شكرا السيدة الرئيسة، السيدات النائبات والنواب المحترمين، السيد الوزير المحترم. نسائلكم عن استراتيجية الوزارة بخصوص توفير وتعبئة العقار المخصص للمناطق الصناعية بأثمنة مناسبة وتنافسية. شكرا السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب المحترمون، شكرا السيد النائب على هذا السؤال. وفي الحقيقة الدولة كتعطي كل الدعم باش توفر مناطق صناعية بأثمنة مناسبة. أولا كاينة مساهمة كبيرة ديال الدولة باش تقلص التكلفة ديال المتر المربع، كتعرفوا بأن تكلفة الأراضي وتكلفة التجهيز تفوق 400 إلى 500 درهم المتر المربع، وكتجي الدولة كتساهم. وكاين مناطق صناعية بحال دابا في تيزنيت اللي كتوصل ل 250 ولا 260 درهم المتر. المشكل هو ثمن العقار كما تعلمون في بعض المناطق كمناطق ولا جهات الدار البيضاء اللي هو جد مرتفع، ورغم المساهمة الدولة كيبقى ثمن ديال العقار الصناعي حتى هو مرتفع. ولكن هذا كيعاون باش نوصلوا للعدالة المجالية ويمشيو المستثمرين بلايص اخرين. شكرا السيد الرئيس. نحن لا ننكر المجهودات التي تقوم بها الدولة في مجال تحسين المناخ الاستثمارات والقطاع الخاص الصناعي. السيد الوزير، كما كان معلوم بالحظيرة الصناعية ديال سلوان بإقليم الناظور اللي كانت تنجزت في قبل 10 سنوات، هذه اللي كان فيها المشاريع متوقفة بعد التدخل ديال العملات الإقليم وكذا المجهودات الجبارة ديال مجلس الجهة اللي دعمت هذا المشروع، هذا اللي خرج اللي عطى واحد التنافسية كبيرة هنا باش المستثمرين استطاعوا باش ياخذوا بعض العقارات باش يديروا الاستثمار ديالهم. السيد الوزير، كما تنعرفوا بان الوعاء العقاري بالمنطقه باقليم ديال الناظور انها جات في الحدود معابر الحدوديه، وعندنا احنا واحد البطاله كبيره في المنطقه، هذا اللي تيدعو باش تعاونوا معنا في الاقليم، لان عندنا واحد العدد ديال الاسواق اللي هي صغيره ومن اللي كانت تجيب السلع من برا، واليوم ما عندهم ما يبيعوا في الاسواق في المحلات ديالهم. لهذا تنطلبكم السيد الوزير باش عادي تلقاو لنا بعض العقارات في الاقليم ولا في الجهه باش نخرجوا من المحلات التجاريه اللي كانوا نديروا فيها واحد المنشات انتاجيه اللي عادي تقدر واحد الشباب واحد اليد العامله اللي عادي تعطيها لنا في المنطقه. السيد الوزير كما تتعرفوا بان الاستيعاب المشاريع. نائب شكرا. شكرا سيد الرئيسة والسيد النائب السادة النائبان المحترمان. بالنسبة لسلوان ومنطقة الناظور، اللي يمكن لي نقول لكم هو هذه المنطقة عندها مستقبل واعد في الصناعة. بالنسبة للميناء اللي غيتوجد سنة 2024، غتكون عندها منطقة تسريع صناعي اللي كتضم أكثر من 600 هكتار، ومنطقة سلوان حتى هي غتستافد من هذا الرواج، وغتولي شبه ولا شابهه المنطقات الشماليه اللي كنشوفوها والتطور اللي كنشوفوا فيها الان.